فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إمام مسجد أقمت عليه الحجة بالأدلة في مسألة الاستواء فيرفض اتباعا لشيوخه، هل تجوز الصلاة وراءه؟ إذا كان هذا الإمام في هذه البلاد فلا بد أن يعزل، لا يجوز أن يقر على تأويل الصفات، يبلغ عنه وزارة الشؤون الإسلامية لتعزله وتنصب غيره. أما إذا كان في بلاد أخرى فينظر أيهم أحسن، إن كان إن عنده تأويل ولكنه أحسن من غيره، هناك من هو شر منه وهناك من هو، فلا شك أن ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما مطلوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. نعم.